لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. أشاري وأسرته في ذمة الله، قصة مأساوية لوفاة أسرة عائلة كاملة. تصدر وسم مشاري وأسرته في ذمة الله قوامة الأكثر تداولا على منصات التواصل الاجتماعي المعروف سابقا باسم تويتر في المملكة العربية السعودية، حيث حرص النشطاء على منصة أن أي شاب رحل عن عالمنا وجميع أفراد العائلة هذا الأسبوع دعا لهم بالرحمة. بدأت تداول القصة بانتشار تغريدات تناعي وفاة طالب في جامعة الملك سعود يدعى مشاري بن خالد السبيعي. وفي وقت لاحق تبين أن مشاري بن خالد السبيعي توفي متأثرا وصدمته من تلقي أخبار وفاة أفراد من أسرته. وكانت أسرة خالد مكونة من 8 أفراد بخلافه خارج المنزل، تعرضوا لحادث سير تسبب في دخولهم جميعا الرعاية المركزة. بعد الحادث بقليل تلقى مشاري خبر وفاة شقيقه الأقرب له في العمر، بينما تم إخباره أن البقية في حالة صحية خطيرة. بعد وفاة شقيقه الأول كتب مشاري تغريدة على حسابه على منصة إكس، كتب فيها: أهلي كلهم جاهم حادث أخويا اللي في عمره توفى، الباقيين كلهم في العناية بين الحياة والموت، يدي يرتجف من الروعة. وفي عقاب كتابة هذه التغريدة تلقى مشاري خبر وفاة شقيقه آخر له وسقط مخشيا لا عليه، وفحصه تبين أنه فارق الحياة. وتوفي مشاري السبيعي قبل رحيل 6 أفراد آخرين من عائلته ليصبح إجمالي الوفيات من الأسرة 9 أشخاص. ويتابع المغردون منذ ساعات طويلة التفاعل مع الوسام والدعاء للأسر الراحلة بالرحمة.